هلا، كيفكم؟ شباب ان شاء الله تكونوا بخير. بس قبل هذا الفيديو، صلى الله على سيدنا محمد. اذا انت اشترك تحت، انزل تحت اشترك وحط لايك هذا الفيديو. فيديو اليوم رد فعلي على حسونا لاعب ضد نينجا، هو علي عمر واحمد. اتمنى تحطوا لايك، اشتركوا في القناة عشان تشوف كل فيديو جديد. معلش على الغياب فترة الدراسة وكذا. يلا لايك وسبسكرايب للقناة عشان تشوف كل فيديوهاتنا الجديدة، وان شاء الله معاكم. اتمنى ان تدعون، ان شاء الله ان تدعون نفوز ليهم ان شاء الله. وخلنا نبدا. بس حبيت احكي انه رابط القناه، رابط الفيديو عند قناه حسونه كامل تحت في صندوق الوصف. تنحط لايك. سلام يا احلى ناس في هنا الدنيا. بدانا يا شباب. حسونة وأحمد ونينجا ضد نينجا وعلي عمر. علي عمر مع حسونة. الصغير وفولي هو، هل تكون العودة والريمونتادا؟ الثالث طاح طاح، النينجا راح راح، خلاص 6-1 يا سلام. هل تكون عودة من بعيد في ليلة؟ هذا يا جماعة المعلق عبدو. انا كمان نزلت. ها لا انت شنو هذه الجيم وشنو هذه المباراة؟ إلى حد الآن فولي بثمانية كيل، النينجا بعشرة كيل، لكن حسوني باثناشر كيل، يضرب الكل ويفوت الكل، النمسا النمسا الصغير، حسوني أصغر التعبير، صاحب 12 سنة الراس معاه يطير، 12 كيل من حسوني، أوه لو كانوا أربعة من حسوني كل النتيجة 6-0 لحد الآن والنتيجة معكوسة، خلينا نشوف. إكلانات عالمية أي أول أسطورية. حسوني حسوني خلاص، الزونة الزونة اشتدت والأيادي احتدت. ريزيك نوك داون، ريزيك نوك داون، راحت 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 فيها الياس، راحت في جيمل بدون إحساس. الأي أو الأي أو الأي أو تصدر النقطة الأولى والنقطة الثانية والثالثة، تسقط الأول، الأول طاح والثاني طاح، الثالث يهب الرياح، هل يكون
الرابع لكل اختيار. النقطة الرابعة يا ناس ظل النينجا، النينجا آخر اللاعبين. وانقلبت تكون النتيجة. استمتعنا، أبدعونا، أقنعونا، متعونا، لكن لو تكون 6-6 أعطيني النتيجة 6-6 بعد اللي يربح سحري. أعطينا 6-6 النتيجة بعد اللي يربح ونقول يوصل 6-6 نعملوا قرعة خلاص. هنا مش الجيم السابق يضرب بالستاش، يضرب باليمين ستار، يا جبار يا من على اختار في الكلوب طور نهاية اعصار زلزال. ادفانتج الى حد الان الى الديكتيتورز. هذا ريزيك وسيموس وفولي واللي لا 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 مش ممكن، مش ممكن، مش معقول. النينجا طاح، النينجا طاح. الاي او هيجين، الاي او متوحشين، ماذا سنفعلين؟ النينجا اربعة ضد ثلاثة موجودين. هل هي ريموتادا؟ هل هي عودة بعيدة؟ هل هي عودة من بعيد؟ من بعيد في ليلة التاريخ والمواعيد. أربعة ضد ثلاثة موجودين. هي أو علي عمر حاضرين. حسوني وسيموس، وسيموس نوك داون. الريزيك نوك داون. فولي 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 فولي. انت انت انت. على عمر الشباب عم يحكي انه واحد عنده. Impossible, impossible. ماذا جرى؟ ماذا حصل؟ في التحدي في كل العبر. شنو هذا يا حبيبي؟ شنو هذا؟ جيم للتاريخ، جيم يا سلام، جيم روعة. الدياسة العالمية وكلنا الاي اول اسطورية في الليلة الدراماتيكية. هنا في التعليقات اكتب الله اكبر، ايه الله اكبر، ايه اشهدوا، خليكم شاهدين، خليكم حاضرين. جيم للتاريخ يا ناس. ستة ستة النتيجة لحد الآن. من تتوقعون سيفوز؟ من تتوقعون سيفوز؟ احمد دمجوه، كانوان يسقطوه. هل تكون استفاقة ديكتاتورية؟ هم تكون العودة والريمونتادا التاريخية من الاي اول الاسطورية في الليلة الاثرية الدراماتيكية في البوشينوك بين الديار. نار نار يا حبيبي نار. عبد عمر الاول نوك داون. ادفانتج للديكتاتور. يا سلام. ثلاثة ضد اربعة موجودين. ماذا سنفعلين؟ فولي نوك داون. ثلاثة ثلاثة في حرب الرجال. يا سلام يا سلام. الزون الزون اشتدت والايادي احتدت والتسليح تزت. يا للجمال يا للجمال. روعة فوق كل الخيال، فوق كل التكهنات. حسوني يضرب الشوت جان، هيت شوت يضرب القدار. الراسدار يا صدار الثاني. حسوني اضرب يا حسوني، فتش يا حسوني. اتسلطن الزمان، زمانك والميدان ميدانك، المكان مكانك، احكم باحكامك. و19 حسوني معذب المعذبين. حسوني ضد الاخير. وقت النينجا في تحدي كبار. الزون الزون يا صدار. حسوني اسار. النينجا 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 يغلب كل الموازين.